الخدمه بزاف ودخول الخروج، وكنبقى نهار كامل بعيده على ولادي. داكشي علاش قلت نفضل نخدم نص نهار في العشيه ونحرك، يعني احسن من نخدم عند الناس هكا. يعني احسن حاجه الانسان كيبقى غير جالس في الدار وما يتحركش شويه. مرحبا، كندير الراي بالبلدي، الرايب يعني كنخدمو في الدار، وكندير معاه الرز والشعير والقمح والايلان والشوفان المكسرات التمر والكركاع اللوز زبيب البنان، وكندير معاه شويه الصوص اللي بغى الصوص، يعني كل حاجه كل واحد وشنو كايب شنو كيبغي. كيفاش جاتك الفكره انك تخرجي للشارع اليوم؟ يعني راه مده طويله وانا كنفكر كيفاش غادي نخرج للشارع والمجتمع وخدمه وسهر في الليل، ولكن الحمد لله كل شيء داز. شحال كلفك هذا المشروع هذا؟ شحال كلفك الفلوس؟ تقريبا تكون شي 800 درهم. 800 درهم؟ 8000 درهم. 8000 درهم؟ 8000 درهم تقريبا، باش صايبت الكروسه وداك الشيء. المده ديال شي شهر هكا. شهر؟ شهر، تقريبا شي شهر ديال الخدمه. حيت الكروسه صايبتها عليا. دبرتيهم ولا تسلتي ولا؟ لا، المساعده من العائله والمساعده من مول الصدور، يعني ساعد معايا شي شويه وصبر عليا، يعني كل شويه كنعطيها شويه بشويه. كيفاش دايرة التجارة والإقبال الناس؟ شوية على حسب، يعني أكثرية الرجال، يعني الرجال اللي كيكونوا غادا هكا لاصانو، ولكن المجتمع مزيان. يعني الأول كنت متخوفة بزاف، يعني اللحظة الأولى ملي خرجتي للشارع كتكون جاتني صعيبة، جاتني في شكل، يعني أول مرة كنخرج الشارع ودايرة كروس أو ما، يعني جاتني في شكل، ولكن الحمد لله يعني الناس تعاملوا معايا والناس مزيانين، وكاين يعني كاين شوية البيع. كاين الحمد لله. انت انك مرا كيفاش كيتعاملوا معاك الناس؟ مزيان الحمد لله، ما كاين الناس مزيانين، الناس كيشوفوا كاين العيالات كيدوزوا كيقول لك مزيان الله يرضي عليك الله يكمل بالخير، يعني كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه. كاين الناس كيدوزوا كيعطيك طاقه ايجابيه، وما كاين شي واحد كيقلل الاحترام، بالعكس كاين الاحترام. واخا الفئه اللي كتسوق عندك المنتوج شكون الفئات اللي تقريبا معاش كتبداي الخدمه؟ الخدمه يعني كنبدا كنجي من وراء العصر، والخدمه ما كتحرك مزيان حتى المرا ولا العشاء، كيا تقريبا كيخرجوا الناس من الجامع، والناس اللي كيكونوا غاد من لاصان ولا جايين من لاصان هما اللي كيتقداو هادشي بزاف. فوقاش كتهيئي هذا المنتوج؟ واش بالليل ولا بالنهار ولا الصباح؟ لا، كنوض في الصباح بكري باش كنقاد هادشي، باش كنمشي نخرج نجيب الحليب وناخذ التقضيه اللي غتخصني، وكنسلق هذاك الشيء كامل. يعني كيدي شويه ديال الوقت، كيدي شويه ديال الوقت يعني باش تصايبي الرايب تصبري عليه تلقي هادشي. كاينه الخدمه ولكن ماشي مشكل الحمد لله، اللهم هكا ولا الانسان يبقى جالس. واخا كيفاش توفقي بين العمل ديال الدار وباش تهيئي هاد؟ الحمد لله زازة. الحمد لله غاد ندقى بدقه، يعني ندي الدراري للمدرسه نجيبهم نجي لهنايا، يعني غاد ماشي مشكل، اللهم هكا الانسان يتحرك ما يبقاش جالس. كاينه ثمره ولكن الانسان يتحرك الحمد لله. واخا بالنسبه للارباح ديالك واش قدرت تستمر مثلا في هذا؟ نقدر نستمر، يعني خصوصا في هذا البرد كاينه شويه ديال الدق، ما كايناش الحركه مزيان، ولكن الانسان ما خصوش يعجز، يعني خص الانسان يستمر، يعني بدا شي حاجه خصو يكمل فيها ما خصوش يجلس. واخا رسالتك للنساء اللي ما كيلقاوش فين يخدموا وتيتخوفوا من المساء، شنو تقدر تقول لهم؟ لا، كاينه الخدمه خص تكون على العزيمه وشويه ديال الصبر، خص ضروري يكون عندك الصبر وانسان يتحرك، يعني راه كاينه الخدمه، الانسان ما خصوش يعجز. الخدمه ديال العائله ديالك ما كتبقاش مثلا الاحراج نهار الاول اللي بديتي تبداي؟ لا، دعموني خوتي والعائلتي كامله دعموني ووقفوا معايا، بالعكس مزيان تشجعوني، كانت تشجيعات منهم، يعني خديت الطاقه الايجابيه منهم هما اكثر. يعني انا كان شويه عندي ذات تخوف، ولكن هما صبروني قالوا لي مزيان حفزوني يعني وعاونوني مزيان. العراقيل ولا الوعد تلقاي في الشارع؟ ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس الحمد لله مزيان ما كنلقاش شي مشكل، يعني الناس كيساعدوني، يعني الا كنت غادي نهبط شي حاجه ولا كان عندي شي مشكل يعني كيعاونوني الناس هنايا اللي دايرين هنا انا هاد الخضاره وهاد المواليد يسر، يعني كاينه منهم مساعده شويه يعني مزيان. واخا بالنسبه للاثمنه ديال هاد الزعزع مثلا، بغيناك تكتب لنا الطريقه كيفاش كتهيئي هاد الزعزع؟ مرحبا مرحبا. واخا تفضل. مرحبا. انت كتهضري ولا كنديروا الرايب هو الاول؟ الرايب هو الاول. هذا الرايب بلدي ياك؟ الرايب بلدي مصايبه في الدار، ما كنديرش فيه الكينه، يعني كيطيب طبيعي. ما فيش كينه هذا؟ لا، ما فيش الكينه. كنديروا الروز هو الاول، كندير الشعير، القمح، كنديروا ايلان، كنديروا شويه الرايب،
بالنسبه للناس اللي فيهم اللي عندهم امراض مثلا السكر السكر كندير لهم الرايب مسوس كاين الرايب مسوس كتسوليهم بعدا قبل ما تبداي كاين اللي كيجي كيقول لك انا عندي السكر واش كاينه شي حاجه مسوسه كنقول له كاينه مرحبا جميع الاذواق اللي بغى شي حاجه كنديروها ليه اول حاجه بدا الجميل فيك هذا ليغو شنو كديري هذا من النهار الاول كنديرهم لا في البار ديال كنشوفو الناس ما كديرش لي ليغو لا مزيان الوقايه والانسان مش كيشوفك دايره ليغا كيعرف راك عندك شي حاجه نقيه ونقى هو اللي خدام يعني شنو هذاك التمر البنان كنديرو التمر شويه شنو هذاك اللوز اللوز الصوص على حسب الذوق كل واحد شنو بغى فريز كراميل شوكولاتة هذا باش كيتبنى كل واحد كاين اللي ما كيبغيش كاع كيقول لك لا بغيت حاجه نيشان تبقى طبيعيه صافي هماكا كنقدروها هذه بشحال دابا الان الثمن ديالها هذه دايره 11 درهم بالنسبه اللي كياكل هنايا كنحسبوا له 10 درهم بالنسبه اللي كيديها معاه كنحسبوا له 11 درهم بالنسبه لامبورتي كاين 11 درهم وكاين 23 درهم وكاين لافوكا وكاين الليمون على حساب النوع ديال كل واحد واش نبغى واخا بالنسبه لشنو هذاك الكيسان ديال اش هذا الكيسان هذا الكيسان هو اللي كندير فيهم يعني بالنسبه اللي غادي ياكل هنايا كندير في الكيسان احسن ما كندير في الجبانيات واخا اليوم تنشوفك تبارك الله المراه المغربيه اللي حقا لي من هذا المنبر كنفرحوا بالقبعه خاصة في هاد الأزمة الآن كنعرفوا أن الوقت صعيبة صعيبة بزاف على كل شيء اليوم شمرتي اليوم شمرتي على كتافك وبينتي بأنك امرأة قادة أش بغيتي تقولي للنساء المغربيات والنساء السلمانيات نقول للنساء كاملة نوضوا تخدموا راه الخدمة كاينة كاينة الخدمة موجودة الحمد لله خاص غير شوية شوية تشجيعات وشوية العزيمة والإنسان ينوض يتحرك يعني في أي حاجة الإنسان ينوض يتحرك ما يبقاش جالس مكتئب في الدار يعني الدار وقلة الشيء على كل شيء خص الإنسان يتحرك شي شوية واخا عندك الكليين دائما كيجيو الحمد لله كاين إقبال وكاين الناس اللي من نهار اللي بديت الحمد لله كيجيو يوميا واخا شنو الإبتسامات اللي كتلقاي عند الناس وخاصة العنصر ديال الرجال شنو كنلقى؟ شنو ما ارتسامات شنو واش فرحانين بهادشي اللي درتي لا الحمد لله كيقولوا لي تبارك الله عليك هادشي زوين يعني كيعطوني تشجيعات يعني كيحفزوني يعني مزيان كناخذ منهم كلمات زوينين الحمد لله واخا كتفكري ان شاء الله مستقبلا تكبري المشروع ديالك انت ان شاء الله مع المستقبل يعني شويه بشويه ندير محل ديالي علاش لا ونكبر هذا المشروع هذا حيت هذا ان شاء الله غادي نبقى مستمره فيه ما باغاش نحبسه ان شاء الله ان شاء الله شكرا مع الرضا هذا هو البلاصه ان شاء الله هذه ديالي من بديت ان شاء الله وانا هنايا بالنسبه للمستعملين الطريق اللي كيكون هنا طاكسيات مثلا كيقفوا هنا ولا كياخذوا اونبورتي كاين اللي كياخذ لا كياخذوا اونبورتي وكيمشيو الاغلبيه كياخذوا اونبورتي وكيمشيو قليل اللي كيجي ياكل هنايا اكثريه اونبورتي واخا انت اول مره في سيد سليمان انا اول مره هنايا كاينه في سيد سليمان كدير هذا المشروع هذا وان شاء الله ما نكرهوش يزيدوا بنات كثر ويديروا مشاريع كثر كل وحده وشنو تدير دابا حنا مقبلين ان شاء الله شهر رمضان الكبير والعظيم مش عندك شي منتوج ان شاء الله جديد لا غادي نبقى مستمر في هذا الشيء ان شاء الله غادي نزيد عليه غير الجبن بالنسبه اللي باغي الجبن وغادي نبقى هذا الشيء هو اللي خدامه فيه يعني من قبل المغرب ومن وراء العشاء ان شاء الله قبل المغرب ومن وراء العشاء اللي بغى يدي معاه السحور مرحبا الجميع تبارك الله الناس كيسولوا واش بلاصه حدا مسجد رضا قدامه تبارك الله عليك يا اختي